حول هذا الأمر ينضم إلينا مراسل القاهرة الإخبارية مصطفى عبد الفتاح. مصطفى، مزيد حول الاستعداد للدخول إلى قطاع غزة، طبيعة هذه الشاحنات، عددها، وأيضا المهمة التي ستقوم بها خلال اللحظات القادمة إذا ما تأمن لها دخول إلى قطاع غزة. يعني الاستعدادات زميلي محمد بدأت منذ ليلة أمس، عندما كانت هناك استعدادات تجرى على قدم وساق لدخول الشاحنات المحملة بالمواد مواد المستلزمات الطبية والإغاثية والغذائية إلى الأراضي الفلسطينية، وما زالت هذه الاستعدادات تجرى، ولكن يبدو أن المشهد سيقترب خلال الأيام، خلال الساعات القادمة أو خلال الدقائق القادمة على وجه الدقة. إذا ما تحدثنا عن الاستعدادات بالفعل تجرى الآن على قدم وساق وسط تجهيزات لكل الشاحنات التي ستدخل إلى الأراضي الفلسطينية. ولكن بالنسبة للأعداد، وحسب ما صرح عدد كبير ممن قاموا بتجهيز كل هذه الشاحنات خارج أو أمام معبر رفح البري، قالوا إن العدد المتفق عليه حتى الآن هو 20 شاحنة، ولكن دخول أي من هذه الشاحنات إلى الأراضي الفلسطينية لم يتحدد العدد حتى الآن. ننتظر اللحظات القادمة أو الدقائق القادمة لمعرفة عدد الشاحنات التي ستدخل إلى الأراضي الفلسطينية. لكن مصطفى، العدد هو أكبر من ذلك بكثير، وهو ما ينتظر الدخول، لكن ما سيحدد له الدخول هو 20 كما تتحدث. بالفعل يعني كما تم الاتفاق، هناك الاتفاق على 20 شاحنة ستدخل كدفعة أولى، ولكن أعداد السيارات الموجودة أو الشاحنات الموجودة بالقرب من معبر رفح تقرب إلى حوالي 200 شاحنة، هذا أيضا بالإضافة على العديد من القوافل والشاحنات المتواجدة في المدينة، في المسافة ما بين مدينتي الشيخ زويد ورفح. نؤكد على أن اللحظات القادمة ربما ستشهد الانفراجة بدخول الدفعة الأولى، وهي الرغبة المصرية في إدخال المساعدات على وجه السرعة، المساعدات الطبية خاصة، وهو ما عملت عليه ما عمل عليه أعضاء التحالف الوطني في ليلة الأمس حينما قاموا بتجهيز بعض السيارات تحديدا بها كميات كبيرة من المستلزمات الطبية لتقديمها على وجه السرعة للأشقاء في فلسطين، وذلك نظرا لما تعانيه المستشفيات في قطاع غزة من نقص شديد من المستلزمات الطبية وقرب انهيار القطاع الصحي. أما باقي المواد فبكل تأكيد هناك المواد الإغاثية والمواد الغذائية، ولكن كل هذا يأتي في إطار التنسيق الذي تم وسيتم خلال الأيام القادمة. من المعروف أن الاتفاق على 20 شاحنة هو اتفاق أولي، ولكن بعد ذلك السلطات المصرية أو الدولة المصرية تسعى إلى أن تكون هناك مساعدات بشكل دائم وبشكل مستمر، وهو أيضا ما أكد عليه عدد كبير من المتواجدين هنا أمام معبر رفح والذين مكثوا في هذه المنطقة خلال الأيام الماضية. بالأمس مصطفى رصدت تجهيز الممرات والطرق خاصة في الجانب الناحية الأخرى من البوابة الأخرى من الجانب الفلسطيني حتى يمهد الطريق لهذه الشاحنات للمرور والدخول إلى قطاع غزة، إضافة إلى أن هناك منظمة الأمم المتحدة موجودة أيضا على أرض معبر رفح من الجانب المصري للإشراف على دخول هذه المساعدات. بالفعل يعني السلطات المصرية قامت صباح الأمس بتجهيز الطريق وتمهيد الطريق وإصلاحه، وذلك بعدما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفه عدة مرات خلال الأيام الماضية. لذلك عملت أجهزة الدولة المصرية على إعادة تصليح هذا الطريق وإصلاح ما أفسده الجانب الإسرائيلي. أما بالنسبة للتنظيمات أو الاتصالات والتنسيقات مع المنظمات الدولية خارج الحدود المصرية وداخل العمق الفلسطيني، بكل تأكيد فإنه على مدار الأيام الماضية كان هناك تنسيق واتصالات مع المنظمات الدولية المتواجدة في قطاع غزة، والتي ستقوم بالإشراف على توزيع كل هذه المساعدات وفقا لما تم الاتفاق عليه من تنسيقات ما بين الأطراف المعنية، وعلى رأس هذه الأطراف مصر التي عملت خلال الفترة الماضية على إنجاز هذه المهمة بشكل سريع، وربما خلال الدقائق القادمة أو الساعات القليلة القادمة ستكلل هذه المجهودات التي قامت بها الدولة المصرية بدخول الدفعة الأولى من الشاحنات، ولكن الكل يتمنى أن تكون هناك دفعات أخرى وبشكل دائم وشكل متواصل لإنقاذ الشعب الفلسطيني خاصة داخل قطاع غزة لما يعانيه من عمليات هجوم القوات الاحتلال الإسرائيلي. مصطفى، أيضا السلطات المصرية خصصت مطار العريش الدولي لاستقبال المساعدات من خارج أراضيها، هل ما زال المطار يستقبل طائرات إغاثية لدعم الشعب الفلسطيني، وعدد الطائرات التي وصلت بالفعل إلى المطار؟
بالفعل زميلي محمد، ولكن في البداية اسمح لي أن أنقل الصورة من هنا من مدينة رفح أو من أمام معبر رفح معبر رفح البري. الصورة التي تتحدث بالفعل عن تواصل أو وفود أعداد كبيرة من الطائرات من مختلف بلدان العالم عبر مطار العريش الجوي. هذا المطار الذي استقبل عشرات الرحلات، وقامت هذه الطائرات بتجهيز أو بإنزال كل ما لديها من مساعدات طبية وأغاثية وغذائية عبر السيارات التي حملت وجهزت من مدينة العريش، واتجهت بعد ذلك لمسافة تقرب إلى حوالي 45 كيلو حتى وصلت إلى هنا أمام معبر رفح في هذه المنطقة الحدودية. إذن ننتظر لحظة دخول هذه الشاحنات المحملة، أولا كما ذكرت مصطفى بأنها ستكون محملة بالمستلزمات الطبية، لكن ما يتعلق بالمساعدات الغذائية هي تنتظر الدفعات الأخرى وليست هذه الدفعة. نعم زميل محمد، يعني نتحدث عن الأولوية هنا في هذا التوقيت هي لدخول المستلزمات الطبية. غالبية المساعدات والشحنات التي ستدخل في هذه الأثناء ستكون أو بعد ذلك ستكون محملة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية. أما بالنسبة للكميات أو المساعدات الغذائية بكل تأكيد سيكون لها دور، ولكن إذا كانت متواجدة في الدفعة الأولى أو خلال الشحنات التي ستدخل عبر ميناء رفح البري ستكون هي أقل وفقا لتوجيهات من قاموا بتجهيز السيارات الذين قالوا أن الأولوية الآن هي توجيه المساعدات الطبية إلى الشعب الفلسطيني. إذا كنت قريب من الجانب الآخر مصطفى، وهو الجانب الفلسطيني ورفح الفلسطينية في قطاع غزة، هل الأمر يبدو أكثر هدوءا من الأمس؟ لأنك كنت بالأمس قريب وكانت هناك عمليات قصف، اليوم ربما هناك هدوء أكثر استعدادا لهذه الشحنات لكي تدخل إلى عمق القطاع وإلى المستشفيات التي تحتاج إلى الدعم. يعني نحن على مقربة من الحدود أو من المنطقة الفاصلة ما بين الأراضي المصرية والأراضي الفلسطينية، ومن حين لآخر كنا نسمع ما تقوم به القوات الاحتلال الإسرائيلي من قصف في العمق الفلسطيني، وذلك نظرا لقوة الانفجارات. ولكن بالنسبة لعمليات الهدوء أو عمليات القصف فمن حين لآخر تكون هناك حالة من حالات الاختلاف والتباين ما بين عمليات القصف وعمليات الهدوء والسكون، ولكن خلال الساعات الأخيرة الماضية وتحديدا منذ الساعة 4 فجرا وحتى الآن لم نسمع انفجارات قوية داخل العمق الفلسطيني. وهذا ربما يفسر استعداد هذه الشاحنات ولو استعدادا فقط إلى من أجل الدخول إلى قطاع غزة وتقديم هذه المساعدات. في اللحظات القادمة والساعات القادمة سنكون معك مصطفى من أجل التعرف على لحظة دخول هذه الشاحنات المحملة بالمستلزمات الطبية والتي تستعد للدخول إلى قطاع غزة إذا ما توفرت لها الحماية الدولية، وأيضا وقف القصف الإسرائيلي في هذه الساعات للدخول وتقديم هذه الكميات الكبيرة من المساعدات. وننوه أيضا إلى أن الدفعة الأولى فقط ستكون 20 شاحنة، لكن هناك العشرات ما يزيد عن 300 شاحنة محملة بالمساعدات الإغاثية والغذائية والطبية تستعد هي الأخرى للدخول إلى قطاع غزة. أشكرك شكرا جزيلا مراسل القاهرة الإخبارية مصطفى عبد الفتاح، كنت معنا من مدينة رفح المصرية.